عظيم. هو محمد عواد ساعه هياخد مكافاه خاصه؟ محمد عواد دي مفاجاه بقى، بموجب عقده الجديد اللي بيمتد 3 سنين بياخد في الموسم الاول 7 مليون جنيه، الموسم الثاني 8 مليون جنيه، الموسم الثالث 9 مليون جنيه. وخلينا افكرك يا كريم ان احنا قلنا ان سياسه التعاقدات الجديده للزمالك هي فيها الرواتب دي. عواد الاول كان بياخد 16 مليون جنيه في الموسم، لكن كان في اتفاق جنتلمان كده مع كابتن حسين لبيب ان لو مباراه السوبر الافريقي خلصت ركلات ترجيح وعواد ساهم في التتويج، الموسم الثالث بتاعه يبقى 13 مليون جنيه راتب سنوي، والاتفاق ده هيتم. هيتم اتفاق جنتلمان مش على الورق، لكن الاتفاق ده انا معلوماتي ان هو هيتم. عواد سيحصل على 13 مليون جنيه في الموسم الثالث. هو كان المفروض يبقى كام؟ 9 مليون جنيه، يعني 4 مليون جنيه بسبب السوبر كده. لا بس خليني اقول لك ان هو الاتفاق اصلا معمول من وقت تجديد عواد، يعني قبل السوبر الافريقي، شوف الثقه ان لو رحنا ركلات ترجيح انا هكسب الزمالك. طب ده معمول في السوبر بس ولا في كذا بطوله؟ لا 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 في السوبر. طب ليه الموسم الثالث؟ اول بالظبط ليه الثالث؟ الموسم الثالث الزياده السنويه هو. طب ولو مش قبل الموسم الثالث؟ لا 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 مش هو مكمل. لو مش هيحصل ايه؟ بالظبط في اتفاق جنتلمان ما بينهم الموسم الثالث. هو عواد كان بياخد 18 اخر موسم، يعني اخر موسمين دون نزل. انا بس في سؤال، انا سيبكم تسالوا بس عشان في سؤال اهم. اتفضل. عواد لعب المباراه دي عشان الحكايه دي؟ لا 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 ما لعبش المباراه دي. صبحي اتصاب، صبحي اتصاب قدرا. موضوع مترتب. امال الاتفاق جه ازاي انه لو لعبت السوبر وتعلقت؟ اول تجديد العقد. حلو. لو انا لعبت السوبر وكسبتكم ركلات ترجيح، اخد في الموسم الثالث المبلغ ده والاتفاق ده هيكتب. انا هسيبك انت هتدي دماغي تلعب. بقول لك دلوقتي انا قاعد معاك اهو، انت رئيس نادي الزمالك وانا عواد. بالظبط. انت رئيس نادي الزمالك قلت لي لو تالقت في السوبر في ضربات الترجيح. عواد اللي طلب على فكره. عواد طلب. بالظبط. فهتاخد 4 مليون زياده في عقدك، صح كده؟ صح. وفجاه نلاقي عواد في السوبر. بالظبط. ايه؟ وركلات الترجيح. فجأة عواد بقى في السوبر وهو ما بيلعبش الفترة اللي فاتت دي كلها. لا ما هي قدرا بقى. يا سلام. هي قدرا. يعني ركلات ترجيح، يعني مش الماتش. لا مش الماتش، ركلات ترجيح. طب لو كان صد مثلا وجت في العارضة او تلعب بره، يعني الصبح يتصاب قبلها بيوم وعواد يلعب المباراة وتروح لضربات ترجيح. قال لك قدرا. وسوبر افريقيا مش مصري. السوبر افريقيا مش مصري. ايوه صح. دي البطولة الأولى، دي البطولة الأولى بداية الموسم بالنسبة للزمالك.